ازاي يا ناصر؟ ازاي تبقى عارف حاجة زي دي ما تقوليش؟ يعني اللي بيني وبينك مثلا عيش وملح، واللي بيني وبين مجدي حاجة تانية؟ طب يا اخويا لما انت خايف عليه قوي كده وبينك وبينه عيش وملح، ازاي تسمح له يتجوز واحدة زي دي؟ مجدي مش نغ، وانا مش خاله عشان اقدر امنعه. وبعدين تعالي هنا يا صافي، مين يقدر يقف لمجدي اديب ويقول له لا؟ مفيش، حتى انت ما تقدريش، صح؟ لا مش صح، انا هخرب بيته وبيت اللي خلفوه كمان، واعرفه ازاي يفرج عليا طوب الارض. يا بتاع حبيبه سلام، رجاله موكوسه وخايبه. جاسي، ايه البنات دي كلها؟ عم نعمل انترفيو بنا موظفة جديدة. كل دول عشان موظفة واحدة بس؟ نعم. مجدي ده له حاجات عجيبة. ايوه يا مجدي، انت فين؟ يا ابني انا في الشركه بقالي اكتر من ساعه. خلاص خلاص هستناك، بس ما تتاخرش. طيب يلا. لا لا ما جاش لسه. بعدين بقى لما نتكلم في القصه دي. طيب طيب لما اشوفك بقى. ماشي يا مجدي، سلام. طب يا صبايا خلاص مفيش انترفيو، خلاص خلاص اخترنا الموظفة الجديدة. نصر الطيار. سارة مبروك. اقسم بالله لو مجدي اعترض لاخسره فيها. سارة انا بقالي اكتر من شهر مش مركز. طب شوف حكيم او خد فيتامينات. فيتامينات؟ تاجنا فعلا فيتامينات. سارة أنا عايز أقولك على حاجة. قول. بني آدم اللي قدامك ده كل حاجة في حياته غلط. عملت حاجات كتير وحشة أوي فوق ما تتخيلي. بس المرة دي بقى قلبي ولا ما أنا فيه. حطني في موقف لا يمكن أتخيله. أنا بحبك يا سارة. بس ناصر أنا ما بعرف شيء عنك. أحكي لك كل حاجة. والله العظيم ما هكدب عليكي في كلمة واحدة. عايز ارغي معاك كده في موضوع حصل امبارح. لا لا لا، صافي عدت عليا واتكلمت معايا في موضوع كده، يعني شكله هيبقى وش النكد عليك الفتره الجايه. خلاص لما اشوفك نكمل كلام. يلا ناصر. مروان عايزك تخلص الديل ده بسرعه زي ما اتفقنا. اعتبره حصل يا كبير. المهم بقى عايزك في موضوع بره الشغل. ايه؟
عندي ضيف جوه وعايزك تسلم عليه. مين ده؟ كنت سمعت الاسم ده قبل كده. بطل بكش يا هلا. بكش؟ انت عارف ان انا بفرح لك من غير اي حاجه. السلام، مستني رايك انا. وماله لما تاخد رايي؟ مش عيب على فكره، انا عندي خبره. السلام. وبعدين انا شايفك مبسوط فانا ما عنديش مانع. تعالى خبره. تعالى حبيبتي، وحشتيني. انت كمان. يا ستي مروان ابني حبيبه. هلو مروان. هلو جدا يا لذينة ابويا. اتفضلي. ما باخدش منه ويختلط لسانه بس. بعد اذنك ممكن تسيبني اقدم نفسي بطريقتي؟ يمكن تشوف فيها حاجه مختلفه. مجدي كلمني عنك كتير، اطمن. انا بقول لك اهو، لو زعلك في اي حاجه ايا كانت ايه هي تجيلي، انا الوحيد اللي هاخد لك حقك. يا ابن الكلب. معلش يا ستي، اصل ساعات كده بيعيش انه ولي امري. ليلى تعالي سيبي الورقه ده دلوقتي. اقعدي اقعدي. دي يا ستي حبيبه، ليلى دي اهم موظفه عندي في المجموعه، بعتبرها زي بنتي بالظبط. هاي حبيبه. هاي ليلى. انت ممكن تروحي عند حبيبه الاتيليه، اول فستان هديه من عندي، الباقي على حسابها. ولا حساب ولا حاجه، تعالي الاتيليه زي ما انت عايزه. هو صغير شويه بس في اتيليه كبير بيحصل. اكيد يعني طبعا هاجي. انت مش لسه سامعاه بيقول في فساتين ببلاش؟ لول ستايل. طيب بما ان اول مره نتعرف على بعض، انا عازمكم على الغدا. ماشي، انا شخصيا موافق. ايه رايك يا حبيبتي؟ حبيبه. اوكي طيب، يلا بقى. يلا بقى. تفتكر حاجه سهله انك تعيش لوحدك وكل الناس حواليك؟ ان اي شخص تحبه او تتعلق بيه لازم يتكتب عليك، انت تسيبه وهو يسيبك. انا لوحدي من وانا عيله بضفاير، في رجاله كتير حواليا وكل واحد عامل نفسه ان هو اللي بيحميني. ما تكدبش على نفسك يا مروان، لا انا ولا انت عايزينه. مش صح. تفتكر انا اللي مسؤول عن ده وانا اللي مسؤول عن حل؟ خلاص روح لباباك ومامتك وقول لهم ليلى حامل مني، وبعدين تعالى نتكلم. انت عارفه مشكلتك معايا انك ما بتثقيش فيا. انت بقى عارف انت ايه مشكلتك معايا؟ مشكلة اني ساعات بحسك ابني، بحس اني عايز اخدك في حضني واخبيك من الناس كلها. معرفش جايبه الاحساس ده منين. انا من يوم ما بابا الله يرحمه مات ما لقيتش حد جنبي، ولا حد عمره اخد باله مني ولا خدني في حضني. بخاف عليك قوي يا مروان. بتخافي عليا؟ صحيح، اوعي تموتي حاجه انا عايزها تعيش. قولي لي يا جوجو، بقالك قد ايه ما اتعاملتيش معايا من غير خناق؟ هو انت جاي النهارده عشان تسالني سؤال زي ده؟ ردي على السؤال. كل ما بشوفك بحس ان انا عايزه اديك بالشبشب. بصرف النظر عن الشبشب يا حافيه، صحيح لو المشاكل اللي بينا كلها انتهت ينفع نرجع دودي وجمانه بتوع زمان؟ انت ممكن ترجع زي زمان، لان الوساخه هي هي، انما انا لا، ما ينفعش. فاكر؟ فاكر يا دودي؟ ايوه يا شادي. وصلت. لا مش عارفه انا فين، بس انا ماشيه. وانت كمان وحشتني. وحشني حبنا. انا